تعود مجددا الأحداث الساخنة في معظم المناطق الفلسطينية وتحديدا في حي الشيخ جراح ومدينة القدس ككل، خاصة بعد تكثيف المستوطنين هجماتهم واستفزازاتهم خلال شهر فبراير شباط المنصرم، وبالتزامن مع قمع إسرائيلي للفلسطينيين في الأحياء المقدسية. وكان من المفترض أن ينفذ القرار في الفترة الواقع بين الأول من آذار ولغاية الأول من نيسان للعام الجاري، وذلك من خلال إخلاء منزل عائلة سالم بالحي حي الشيخ جراح ضمن مخطط الترحيل القسري لمصلحة المستوطنين. للمزيد من آخر التطورات وما يحصل في مدينة القدس، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مباشرة الباحث في شؤون القدس جمال عمرو. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. تحياتي. بالبداية، هل الأقصى على أعتاب مواجهة حقيقية في شهر رمضان المبارك، علما أن عيد الفصح اليهودي سيتزامن مع شهر رمضان؟ نعم، عندما يقرأ المرء يعني سلوك الاحتلال، سلوك مستوطني الاحتلال، سلوك يعني أتباع الاحتلال من يهوذا غليك وصولا إلى بن غفير ومن يدور في فلكهم، وسلوك الأمن الإسرائيلي الذي في حقيقة الأمر يعني الأمن الإسرائيلي يقوم بمناصرة القطعان وصواب المستوطنين بشكل دراماتيكي وخطير جدا. إذا بقي هذا السلوك كما هو وهذا متوقع، وهاجم المصلين في رمضان وهاجم المعتكفين وهاجم الصائمين وفي ليالي رمضان وفي منتصف رمضان وفي العشر الأواخر، فهذا مؤكد بأن مواجهة ستحصل، لأن أصحاب الحق وحتى وإن كانوا تحت الاحتلال، حتى وإن كانوا في ظروف صعبة جدا، لن يستسلموا ولن يقبلوا، ولن يقبلوا إطلاقا الدنية في دينهم وأقصاهم ومسر نبيهم. وبالتالي من المتوقع أن يحصل مواجهة، ومن المتوقع أن تكون أشد وطأة من العام الماضي، لأن هذا العام لدى الإسرائيليين سلسلة من الأعياد المصطنعة وتأتي في رمضان، وأحلى ما لدى هؤلاء المستوطنين هو الاحتفال بهذه الاحتفالات في رحاب الأقصى وفي محيط الأقصى بشكل استفزازي جدا. ولذلك فإن شباب فلسطين، كل فلسطين، سوف يكونون على أهبة الاستعداد لمواجهة هؤلاء القطعان والمستوطنين في رحاب الأقصى، وسوف تحصل مواجهات بالتأكيد. نعم. إسرائيل وسلطات الاحتلال إلى ماذا تهدف من الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وكذلك الاعتداء على الأهالي سواء كان بحي الشيخ جراح أو بجميع أطراف القدس؟ نعم، الاحتلال يريد ترسيخ مفهوم وتثبيت مفهوم أنه هو الحاكم الأوحد في القدس، وأن دونالد ترامب ومن قبله المأفون بريطانيا والمأفون ايضا بيلفور قد اعطوهم فلسطين يعني ملكا صائغا يفعلون فيه ما يشاؤون، هكذا يظنون هم. لا، حتى كما قالت الامنيستي انترناشونال انهم يعاملون الفلسطينيين بدونيه، ليس من الدرجه الثانيه ولا الثالثه، دونيه يعني باحتقار شديد اكرمكم الله. وبالتالي هذا النظام العنصري كما اسمته الامنيستي انترناشونال هو يريد ترسيخ مفهوم انه هو الذي يتصرف، وصاحب الحق الشرعي والقانوني والسياسي والتاريخي والديني في فلسطين والقدس عاصمتها، هكذا يريدون تماما. ولهذا السبب يتصرفون وهم فاقدي العقل، هم اصلا ليس لديهم رجل رشيد، هم لا ليس لديهم عقل، هم يتصرفون باسلوب همجي وفوقي وسادي، وهذه الساديه هي كانت سبب اصلا الدمار الذي حل باليهود عبر التاريخ. كانوا عاده يقولون عن انفسهم شعب الله المختار ويرتفعون في معاملتهم وسلوكهم فوق الشعوب الأخرى، فتقوم الشعوب الأخرى باجتثاثهم ومعاقبتهم ورميهم خارج الحدود، وهذا الذي سيحصل معهم في فلسطين. هم الآن يتصرفون بذات الخطأ الاستراتيجي التاريخي، وعلى هذا الأساس يعني أن يرسخوا مفهوم بأنهم يملكون الأقصى وأنه جبل الهيكل، هذا أمر مستحيل، مستحيل تماما. الشعب الفلسطيني الذي حارب وصبر 75 سنة على استعداد أن يكمل المشوار إلى أن يزول هذا الاحتلال شاء أم أبى. نعم. ما هي الخطوات التي تلجأ إليها دولة الاحتلال وتتخذها بالاعتداء على المواطنين بالقدس؟ نعم، هي لديها خط موحد
يعني الباطل اتحد، يعني قوات الأمن، لجنة داخلية في الكنيسة المسمى كذا، ثم قوات الشرطة، قوات الاستخبارات، القيادة السياسية، القيادة القضائية، وهي ليست لا بقضاء عادل ولا علاقة له بالعدل على الإطلاق، من المحاكم الصلح إلى المركزية إلى العليا، كلهم مع المستوطنين في خندق واحد. فقط هم الفلسطينيون المقسمين، فقط هم الفلسطينيين الذين يعني في الحقيقة يعني أحيانا تجدهم يلقون يعني ينصرون بعضهم بعضا بطريقة أو أخرى، لكنهم لا يلقون على الحق نصيرا، لا من النظام العربي المطبع ولا حتى أحيانا من القيادة الفلسطينية السياسية. يعني هذا أمر مؤسف جدا. وبالتالي نحن لأجل عيون الصهاينة لدينا معتقلين من شباب الجامعات الآن ومن شباب فلسطين في المعتقلات الفلسطينية. أيصح هذا الكلام؟ قال لأنهم واجهوا المستوطنين في غور الأردن أو في السهار أو في دريات أربعة. لا يصح هذا الكلام، لا يصح حتى وإن كان هناك تنسيق. فليكن تنسيق أمني في الشؤون المدنية، لكن لا يكون تنسيق في المواجهات مع الاحتلال. هذا أمر صادم بكل المقاييس. لهذا السبب الفلسطينيون في القدس الآن اتخذوا قرارهم أنهم لا يخضعوا للتنسيق، وأنهم سيواجهون الاحتلال، وأن من يلتحق بهم من أبناء الضفة سيستطيع أن يكون معهم، وخاصة في رمضان، وعندئذ لكل حادثة حديث. نعم. أستاذ جمال، اليوم كيف يمكن حماية الأهالي في مدينة القدس من اعتداءات للمستوطنين؟ وهل هناك أي خطط وبرامج ستتخذونها في الأيام القادمة وفي شهر رمضان المبارك لحماية الأهالي في القدس المحتلة؟ كشف المستور أكثر وأكثر. حتى العالم كله يعلم من هو النظام الذي يدعمونه ويسكتون عليه ويسكتون على جرائمه. في 7 أيام حرب في أوكرانيا يعني حصل انكشاف لسلوك البشرية كلها، وأخلاق البشرية انهارت تماما. يعني ما استطاعوش تحمل، يعني حتى أدخلوا الفيفا يا سيدتي في السياسي، وأدخلوا يعني ألمانيا في السياسي، ألمانيا اللي ما بتصدرش أسلحة للدول التي لديها حروب، هي أدخلت نفسها الآن في المأزق. كل البشرية سقطت الآن، سقط سلوك البشرية كلها، وما استطاعوا إنصاف الشعب الفلسطيني مدار أكثر من 70 عاما، ما أنصفوا. الآن كلهم دفعة واحدة تركوا كل الثوابت والخطوط الحمراء وذهبوا ينصفون يعني أوكرانيا. ماشي، نحن لا نحب الموت لأحد، لكن لماذا لم يتنبهوا لقضية فلسطين؟ لماذا تركوا فلسطين يعني نهبا مسلوبا؟ ولهذا السبب هناك تجهيز نفسي ومعنوي وتعبوي لدى الشعب الفلسطيني في القدس خاصة وفلسطين عامة، من أنكم تستهدفون، وما لكم إلا أن تكونوا سوية موحدين، لا هذا في هذا الفصيل ولا ذاك الفصيل، ولا يحزنون. فلسطين هي بيتنا، فلسطين تجمعنا، القدس تجمعنا، عاصمتنا تجمعنا، وبالتالي نكون جبهة واحدة في مواجهة الاحتلال. هذه هي الدعوة الآن، وهي جاهزة، والشعب الفلسطيني يدركها جيدا ويفهمها جيدا، وسوف يتصرف على ضوئها بإذن الله في رمضان القادم. نعم. نهاية أستاذ جمال، آخر التطورات بشأن الأهالي في حي الشيخ جراح وإصدار محكمة الاحتلال ببقاء الأهالي في الحي إلى حين التوصل إلى تسوية؟ أرى في ذلك المسألة من زاويتين اثنتين. نعم. أولا أن الاحتلال بدأ يدرك تماما أن المجتمع الفلسطيني برمته وخاصة في القدس على قلب رجل واحد يريد مواجهة الاحتلال ولا يستسلم، وبالتالي خاصة في رمضان، وبالتالي الاحتلال ينحني ولو قليلا أمام العاصفة، فقال لن نضع سواتر معدنية باب العمود، ونؤجل وليس نلغي، نؤجل قضية إخلاء العائلات الأربع، وهناك 7 عائلات أخرى تصطف على الدور على الاتحاد وما صدرش بحق القرار. قال نؤجل، هو يريد التأجيل إلى أن ينتهي رمضان ثم يعود. هو الاحتلال شيمته الغدر وهو ماكر، ولا يمكن أن يؤتمن جانبه على الإطلاق، وبالتالي أجل العملية تلافيا للمواجهة القادمة المحققة 100%. وبالتالي نحن نقول بأن هذه من زاوية أخرى أنها انتصار جزئي وليس كلي لصمود الناس، صمود وثبات ورباط الناس، وأيضا جهود المحامين المشكورين على جهودهم أمام القضاء الصهيوني الفاجر الذي ما أنصف الفلسطينيين عبر التاريخ، لأنهم يلعبون لعبة القاضي والجلاد، ولكنهم الآن انحنوا أمام هذا الصبر الفلسطيني والرباط الفلسطيني.
إذا نحن نسير من نصر إلى نصر إن شاء الله، ولن يعني لن نقبل مطلقا الهزيمة، ولن نرفع الراية البيضاء، وسيعلم الاحتلال ذلك عاجلا أم آجلا. نعم نعم، كان الله بعون أهالينا في مدينة القدس المحتلة. شكرا لك الباحث في شؤون القدس جمال عمرو على كل هذه المعلومات والتفاصيل.